يا ربي، تأخرت منى عن العمل اليوم. لا يكون ما هي برايحة وتعبانة، بسم الله عليها. أنا صرت ما أقدر أصبر ما أشوفها ولو من بعيد. حتى لو هي رفضتني، لازم يجي يوم وأفرض حبي عليها وتقبلني وتتزوجني. كول مان. يا ربي، شكلها تناظر فيني. وش هالعلة اللي كل يوم موقف قدام بيتنا؟ قسم بالله، لولا خوفي اني اتفشل مع الجيران لبلغت عنه الشرطة. راحت. يا رب يجي اليوم اللي تقتنع فيني وقدراتي وتقبل تتزوجني. بس وش يقنعها بأن الزواج زين؟ أنا لازم أدور طريقة غير مباشرة عشان تقتنع. لازم. شفيك؟ أنت ليش فيك؟ بقولك شيء، برنامج واقع، تسوي لك برنامج واقع. شلون ما فهمت؟ انا فهمك يا حبيبي، تجيب لك ازواج يحبون بعض زين يا حبيبي، وتعرضهم على قناه لها نسبه مشاهده عاليه، وتجيك عاد الحبيبه منى تشوف ذا البرنامج وتقتنع بالزواج. تخيل عاد انه بعد ما تقتنع بالزواج يجي واحد ثاني ويخطبها، يكون الواد الاهبل هذا تعب على الفاضي. فال الله ولا فالك. شت اب مان، كريزي مان. لا بس انا يعني الحقيقه يعني الفكره عجبتني. طبعا عاد تخيل ابراهيم انه انت سبب في زواج نص عوانس هالبلد من رجال ونسوه. المعنسين والمعنسات. كول مان، اي لاف ذس مان. اقول لك طاق البرنامج، طاق البرنامج. الو مرسي، كامن مان، ابغاك في اجتماع. نعم، ميتينج، تعال بسرعه. يوه، برنامج واقع. ايه يا ابراهيم، احنا فاضيين للحاجات دي؟ اقول لك اسمع. ايه اسمع مان، اي تيل يو بيس مان، بيس مان. انا لما اقول لك شيء نفذ يعني تنفذ. انت ما عليك الا دوت يور دوت. ايوه، بس انا اي مشروع ببص له على انه بيزنس، انما حكايه التسليه دي ملهاش لازمه. وانت على بالك ما فيها فلوس؟ والله يا ربعنا ذولي مخفات، تحط لهم برنامج زي ذا يطرون فيه. يا واد لو ما يدخل عليك الا الاس ام اس والايميلات والتصويت كمان يكفي. والله يكفي. الله الله الله، البرنامج ابتدى ينقشش في دماغي. كول مان، اي لاف يو مان، اي لاف يو مان، ثانك يو. كول مان، ابغاك الان تستعد وتدور على دوتو. دوتو اللي هو ايه؟ دوتو يعني زوجين معاريس كذا حلوين. نبدا بلاي، نلعب فيهم. كوم مان، ان شاء الله اعمل لك احلى برنامج وهنسميه ازواج على الهواء. لا 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 لا، ازواج على الهواء مش 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 كويس. نخلينا نسميه ايوه اطلي والنسره. اطلي والنسره. الله 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 الله. ويلا شد حيلك وابدا ترتيب البرنامج. ولا تنسى لا تنسى الاعلانات. حاول تكثف الاعلانات، وخاصه المجله هذه اللي اسمها نساء ونساء. انا عايز اعرف ايه علاقتك بالمجله دي؟ يعني متابعه. متابعه كثير وفيها دخل يعني، وخاصه شوف نوعيه الورق عندهم. من افضل انواع الورق. انت نفذ. حاضر. شفت الاعلان اللي نزل في عدد اليوم عن برنامج اسمه الواقع الجديد؟ هذا اسمه الأزواج على الهوى. إيه هو؟ إيه شفته. بس اللي قاهرني إبراهيم هذا، وش يبي برنامج متزوجين؟ وأزيدك من شعر بيت، سمعت إنه هو اللي راح يخرجه ويشرف عليه ويقدمه بعد.
يمكن مسألة بزنس وفلوس. بزنس وفلوس؟ هو مو ناقص شيء، هذا كل يوم يطلع لنا بشغلة غريبة. ايه بكرة يطلع البرنامج ونشوف وش قصته. كامل مان، وين هالناس؟ وين اللي بيسوون حق الزواج وقاعدين؟ وينهم فيه؟ وين راحوا؟ صدق يهمه ما حد جاء، ما شفنا حد منهم، يعني حتى مرسي ما اتصل عليهم ولا شفناهم. ماخذ هالبيت ومأجره بالشيء الفلاني، وحقين الإضاءة، هذا بالشيء الفلاني، الله لا يوفقني دكتور شيطانة، ماخذ مني دخل دراهم، وهذا ما بعجب. وين مرسي؟ السلام عليكم. يا أخي وينك أنت؟ وينك فيه؟ يعني أكون فين يعني؟ رحت أجيب لك الأزواج اللي عايز تصورهم في برنامجك الواقع ده. كول مان؟ ما عرفتني على الإخوان؟ محسوبك أبو الرجال. لا تقول عرفت المدام، أكيد أبو الرجال ما يبغى لها كلام. صح، عرفت إزاي؟ ما يبي لها شيء. أبو الرجال أكيد زوجته أبو الرجال، بعدين ما شاء الله يعني من البوها ومن الرزة، أكيد سلالة من 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 من, من سلالات الأشناب الخطيرة. أجل هذول ربعنا الباقين، شكل أسميهم أبو البزارين وأم البزارين. كول مان. لا جايبينا تستسخفون دمكم علينا ولا إيش؟ لا حاشا. بلا شلون لا الحين جايبين تتمسخرون علينا مثل ما قالت مرتي؟ لا حاشا وكلا. مين اللي قال الكلام ده؟ إيش بك؟ أنا ما قلت حاجة، هو اللي تكلم، أنا ضحكت بس. جماعة اتركوا عنكم الهواش والخربطة. كامل مان، احنا ان شاء الله كلكم هتستفيدون ماديا ومعنويا. ريلاكس يا جماعة، ريلاكس. كول مان، انا راجل بتاع شغل جاي اشتغل واخذ القرش هناك. ينصر دينك يا سيد الرجالة، كاين لك صوتك ما يطلعش يا ولية. شو البلشة؟ كامل مان يا جماعة، جماعة فهموه مرسي، فهموه شو السالفة، فهموه انه وضع البرنامج كيف وكيف السالفة، لا يهرطنا وذا شنبه لتسنا مقص. وعلى فكرة بس في شغلة مهمة عشان تعرفها، يعني انتم راح تطلعون بالتلفزيون، يعني ومرادك راح كل يشوفها وحتى صوتها راح يسمعونه. يعني ما ينفعش اني انا اتكلم مكانها واقول اللي هي عايزة تقوله. لا يا ابو شنب، ما ينفعش خالص، وانتوا كمان خدوا بالكم ما ينفعش. أنا متابعة البرامج الواقعية كلها، وعلى فكرة يعني عارفين كل شيء أنا وزوجي العزيز. وأنا حابة ترى أن صورة زوجي وتطلع على التلفزيون. كول مان، دو إت مان، جو. أنا أبيكم تتابعون البرنامج الواقعي هذا وتنقذوا لي هو نقد واقعي وموضوعي. إذا نقد موضوعي لازم ناخذ كل سلبياته ونبين نفس الإيجابيات من خلال هالنقد. بصراحة أنا أبيكم تجيبوا لي إيجابياته، تدرون إحنا مطبوعة ومعتمدين على الله ثم على الإعلانات. وش دخل موضوعنا هذا في الإعلانات؟ يا حبيبتي لازم تعرفون إن المنتجين يدفعون مبالغ جدا كبيرة لمجلتنا عشان تسوي لهم إعلانات، والإعلانات مو بالضرورة تكون إعلانات مباشرة. عموما يا أستاذة صفاء، ما يكون إلا خاطرك طيب، وإن شاء الله إن شاء الله البرنامج يكون هذا في المستوى وما يكون أي سلبيات. يا سلام عليك، الحين أروح وأنا مطمنة. يلا عن إذنكم. ظنك بنلقى شيء في برنامجهم نمدحه؟ إحنا حنعجبكم قوي 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 يا بوي. Very very nice. عموماً عشان نخلي برنامجنا واقعي والبرنامج يكون كذا فيه يعني حرارة وسخونية أكثر بنبثه على الهواء. إن شاء الله تخلونا على الماء. من عينة واحدة. أقول بلا ضحك وبلا كلام فاضي، مثل ما قالت مرتي إن شاء الله تخلونا على الماء، ما عندنا مال. يعني إحنا لا يهمنا حاجة، إحنا ما يهمناش حاجة واس. يا حرمة قايل لك ما تفتحيش حنكك بدون إذن.
اكسكيوز مي، يعني نيابه عن الاساتذه يعني، بس ممكن تاجلون الخناقات العائليه لانه البث بعد 4 ساعات. طيب واحنا وين نروح خلال هالوقت الطويل ذي كله؟ انتوا كل جوز يطلع غرفته وينام ويهدي اعصابه لحد ما نزهم عليكم تنزلوا عشان نبدا التصوير. بس خد بالكم، حذاري حذاري، الكاميرات في كل حته، ها؟ وكل حاجة هتتنقل، الصالة، في الأوضة، في أوضة النوم، الناس هتشوف ده على الهوا. لا لا بس احنا هننبهكم، هننبهكم كمان مان، هننبهكم قبلها بفترة عشان تنتبهون وتضبطون الأمور. ها إذا كده مفيش مشاكل، ها شو رايك؟ دام إنهم بينبهونا أنا ما عندي مانع. تقول ما عندهم مانع، قصدي ما عندنا مانع احنا الاثنين. كول مان، كول مان، يلا دو دو دو، ليتس دو، جو جو جو، يلا 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 يلا، خلونا نلحق، ها جهزوا الاستوديوهات، جهزوا كل شيء، اوكي؟ ياه ها؟ مش عارف، طيب يلا كل واحد غرفته. خير خير، وش فيك؟ ايش اللي وش فيك؟ قاعدة تتابع المباراة وتغيرين هالقناة؟ حبيبي أنا لازم أتدلع عليك، فالحين لازم أشوف هالبرنامج، لازم أتابع على هالقناة. اسمح لي. ايش اللي أسمح لك؟ أقول هاتي هاتي ريموت، خليه يقلب هالقناة ويطالع المباراة الأولى. هاتي. اسكت عاد، ترى عطيتك وجه. أفا يا أختي يا حبيبتي، خلينا نتفاهم لأن التفاهم زين. حبيبي أتبي تشوف المباراة؟ روح المجلس. لا ماني برايح، وبقعد هنا على قلبك وبشوف البرنامج اللي انت بتشوفينه. انا مش عارف يا ابراهيم انت ليه ما جبتش مخرج متخصص. كامن مان، نسيت اني اخذت دوره في امريكا لمده 2.5 يوم في الاخراج. 2.5 يوم، شوف، ونص في الاخراج، ورشحوني لاخراج فيلم افاتار. ليه ما أخرجتوش؟ يعني الحقيقة لأني أنا مرتبط مع الشلة حقتي في أمريكا، رحنا طعس من طعوس الجليدية في أمريكا. جليد؟ هاي جليد يا أبو جليد، رحت لك لأمريكا جلست لي فيها كم سنة، خلاص صرت فاهم كل شيء. يا جماعة بلا سوالف، خلاص ما بقى على البث ولا حاجة، يلا يا شباب خلونا نشتغل. خير إن شاء الله. يلا يا اخوان، يلا يا اخوان، يلا يا اخوان، كله يستعد، كله يستعد، هنبدا البث بعد شوي. يلا كامن مان. طب احنا مش محتاجين حد يعني يقدم نبذه عن البرنامج، يعني يعرف الناس احنا رايحين على فين؟ قصدك مقدم؟ ايوه مقدم، وانا قلت عقيد مقدم. طيب يا شباب، يعني مدام انكم في لب الموضوع، يعني ما تحسون اني انا اصير اصلح مقدم؟ يعني تكفون تكفون، الله يخليكم الله يخليكم، يعني تكفى يا ابو خليل، طلبتك يا ابو خليل، خليني مقدم، الله يخليك، تكفى. والله يهمك، حتى انا كان ودي اصير مقدم مع هالشعيرات وهالوجه العسل، لكن عشانك طلبتني روح اشتغل مقدم. وانا يا ابو خليل؟ وانت بعد؟ نعم نعم يا اخويا، هي فوضى. يا ابو حلال انا المخرج، وشكلك انت ودك تصير مقدم مثلهم، خلاص يلا انت روح مقدم كمان. انا كمان؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت كده فاتحها على بحري. كول مان، كامن مان، خلوا يصير عندنا مذيع مذيعين ثلاثة، مش عندك مشكلة، كلها كلمتين ورد غضاها. اليوم وكل يوم مع برنامجكم برنامج الواقع، البرنامج الذي لا يشق له غبار. شق الله جبهتك. لا ينشق له غبار، لا ينشق له غبار. برنامجكم برنامج أزواج على الهواء، وسنكون معكم في برنامجكم اللي هو منكم وإليكم. وأما الآن سوف نلتقي مع الزوجين الأولين وننظر كيف هي حياتهم. حياتهم هات. إبراهيم اقطع اقطع اقطع، اقطع وخص. وش اللي اقطع؟ اقطع عشان حد على العيلة دي، عشان حد يدخل على البرنامج بتاعنا.
طيب الحين شلون اقطع يعني مش اضغط اي زر اضغط؟ بص الزرار دي كلها انت مش قلت لي انك درست اخراج في امريكا من يومين يومين ونص؟ ايه انت هتدوس على اي زرار؟ ده وش ده؟ بقول لك ايه ظهر كاميرا البواب. طب بسرعه قبل البواب ما يتصرف تصرف مش هو. المهم اللي حط عنده كاميرا الظهر البث بتاعنا دخل في البث بتاع مراقبه كاميرا المراقبه. اقطع جنبك صواب احسن. انت عارف البواب ليه تصرفات احسن يفسخ حاجه ولا طيب خلاص اقطع. طيب الحمد لله قدرنا نسيطر. يا اخي الواحد لما يكون فاهم الموضوع يبدع فيه. انت انقذتينا. وش هالتخبيص؟ والله ما ادري بس شكلهم يسخنون مشاهد بلقطات اللي قبل عشان المشاهدين اللي مثلي ومثلك يتابعون البرنامج ده. طيب هذا ليش ما تكلموا يا زوجته؟ طبيعه البرنامج صامت يمكن. ايش هي ناكله؟ وشو؟ ليكون الطباخة عندك ولا مدري؟ لا يا بنت الحلال مو مسألة طباخة بس أنا تعبان ما فيني حيلة أنزل للمطبخ. أنا عمري ما طبخت في بيتي. أجي أطبخ هنا قال إيش؟ طقني الجوع جعلك بدك ميت مرة أقول أمين. أقول قوم روح أطبخ في المطبخ وجيب عشاي هنا فاهم؟ زين I didn't like this. صح خس عليك. طلع رجل خمر. بقول لك ايه احسن حاجه تطلع على ابو الرجال ده يطلع قدام الناس زين الرجال. اقطع فكره خلينا نشوف. اقطع بقى يا قعر هتعمل علي حمش قدام الرجاله. طب يا ريت البندقيه معاي لكنت اختك عيارين. بوه عتخيني اياك يا ام الرجاله. ليه؟ ما انا كمان لازم اعمل حمش قدامهم باص. حمش على مين؟ حمش علي انا. ما انت كمان لازم تستحمل شوي بس ناخذ القرشينات ونكد من هنا. موافق بس بشرط. ماشي موافق واشرط زي ما انت عايزه. الحسبه اللي اتفقنا عليها. ما احنا خالصين. انت النص وانا النص. لا يا حبيبي انا غيرت رايي. غيرت رأيك كيف؟ معلش أنا عايز أفهم الحتة دي. حكيمان نفوخي بيقفل وأنا دلوقتي بديت أقفل وعايزك تفهميني كيف؟ يعني يبقى نصيب التلتين وانت التلت. لا ما كانش ده الاتفاق. كان 50-50 كان كلام رجالة. واني دلوقتي مش راجل. كلمة زيادة ورح يبقى لك ربع وانا التلت ربع. يولي حرام عليكي مش كفاية الدموسة خليتيني اكتبها باسمك. دموسة ايه اللي هتتحدد عليها؟ شايفها قدامك عربية هتنقل ملكياتها باسمي. انت هتوافق ولا؟ امر لله موافق. يلا روح. هروح فين؟ اعمل لنا كوبايتين شاي. بس دلوقتي طق لسانك بخشمك وقوم اعمل الشاي ولا ترى اعملك شاورمي. لا انا ما بحبش الشاورمي. هعمل لك شاي وكتر السكر. حاضر.